السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله الأحرار في المغرب الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم العربي الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم أجمع. سلام الله عليكم أجمعين. حيا الله أحرار المغرب وتونس ليبيا الجزائر موريتانيا، ونزيدوا معها مالي، ونزيدوا حتى النيجر معها باش تقوم دولة كبيرة بإذن الله في المستقبل القريب بإذن الله عز وجل. ونحيوا أحرار مصر، وربي يرفع عليهم البلاءين كورونا وسيسي. سمعت واحد الأخبار قال لك في السعودية محمد بن سلمان قريب يروح، ثم داروا له حاجه باش يروح، وباذن الله يروح ان شاء الله. يا ربي يروح بومنشار، زعفوه ركب الطوموبيل وراح يجري. الله اعلم شنو هو المشكل بالضبط، بصح بين صراع داخل العائله الحاكمه بين ولاد العم، وهذا يعني راح يثبت لنا حاجه، قول النبي عليه الصلاه والسلام يقتتل عند كنزكم هذا ثلاث كل ابن خليفه، ثلاثة كل ابن خليفة عند الكعبة يعني، ومن هذوك ثلاثة يخرج المهدي المنتظر. والله أعلم يعني، ممكن حاجة ممكن، بصح يروح خليه يروح، عندنا ما نديرو به، والله أعلم. المهم البارح سمعت الأخوة يتكلموا على محاكمة الهامل، واللي شد النظر تاعي واللي دال التفكير تاعي كامل ولدو صغير، قال له القاضي سألو قال له عندك ابارتمون فيها 3 بياس ولا 4 بياس، منين جاتك وانت كان في عمرك 17 سنة؟ قال له انا درت اونكسيدون وباش يطلعوا لي المعنويات عطاو لي هذيك لابارتمون، وعندها ابارتمون في وهران وفي الجزائر وفي عنابة، وين لم برك لم، في الصحراء في الغرب في الشرق فوق الارض تحت الارض في السماء، وين ما تروح عنده يا فيلا يا ابارتمون 3 بياس 4 بياس 5 بياس 6 بياس، ما تبيش جنوي عنده في كل بلاصه، تلاقيه هو اصلا ما يعرفش وين عنده وين ما عندوش، مدار ليستا، والليستا هذه كيحكمها له بنادم من المخابرات الخرده، ها ويفكر يقولوا هذه لابارتمون تاعك اللي حبيت تروح ترقد فيها، يقول لها لا هذه مش عاجبتني، وين رقدت البارح؟ يقول لها في هذه، يقول لها لا روح لهذه، بس رقدت البارح في هذه لازم تبدل تروح لهذه، ومن بعد من هذه لهذه ومن بعد هذه لهذه، باش يطلعوا له المورال عطاوا له ابارتمون 4 بياس. قسما بالله نعرف ناس في الجزائر 40 سنه يرقدوا برا مساكين، عندهم 20 30 سنه هما يرقدوا برا ما عندوش لا دار لا دوار، قربي ما صحلوش، ولك احنا صرافينا المنكر ما طلعوناش المورال بطرف صابون، طرف صابون ما طلعوناش به المورال والو، تحقرنا وتظلمنا وتعدى علينا ودهمنا ودرنا في الزبابيل ودرنا في خماجات ودبرنا مع العباش، كنا نبيعوا في البلوط وبعنا الحمص وبعنا الكسكروتات وبعنا وندبنا وطلعنا وجرينا، وما كاينش واحد طلع لنا المورال مش بدار راهم سبع المستحيلات. بعض الناس في الجزائر 20 سنه وقلت لكم يا خاتي والله يرقد برا، ونسى كان مسافر في الجزائر العاصمه في الجزائر والله غير شفتهم قدام لاكار يرقدوا برا، نسى يرقدوا برا، ورجال يرقدوا برا، يشوف كارطونه برك يتخبى في كاش تخشوشه كيما هكا يرقد، وغدوه صباح ينوض ينفض روحو مسكين يغسل روحو بالماء ويدور مع الناس وربي الرزاق وصاي. هذا باش يطلعوا له المورال عنده عطاو له ابارتمون، وزيد عنده فيلا في الجزائر وفيلا اخرى في الجزائر ودار لهيه ودار في وهران وفي عين ترك، ويعني في كل بلاصه عندهم دار، عندهم فيلا يا دار يا قطعه ارض يا مركب سياحي يا شركه يا هذا واحد بركه والاخر ثاني والاخر من الاخر عادي. الدعم العائلي، الدعم العائلي تلقى عنده لا اله الا الله محمد رسول الله. انا البارح كي قاعد نسمع هذا غير العائله تاعو، يعني العائله المصغره مرته وولادو وهو، يعني واش عندهم مرته وهو والعائله واش عندهم، هذا الاموال وهذا العقارات اللي في الداخل مازال، اللي في الخارج راه كاين ثاني في الخارج اللي في الداخل، كون نحاوهم لهم ورسلوهم للبليده كون تحل المشكل تاع البليده مساكين هذوك اللي راهم يقول لك ما عندناش سميد وما عندناش دقيق، زدنا نهضر عليها الطحاحنه تاع الدرك وتاع الشرطه راحوا سرقوا المعونه تاع خاوتهم في، يا قلت لكم في الفيديو اللي سبق يا الجزائريين ما تدخلوهمش على الطريق، ديروا كيما المجاهدين بكري رانا في حرب مع عصابه، دخلوهم على الكيفان وعلى الويدان وتحت الارض ومع الغيب ودخلوا لخاوتكم، بالغالب ما عندناش حكومه، احنا عندنا عصابه تحكم مجرمه تحكم فينا، تروح تدي دقيق الناس ميته بالجوع تروح تسرقوا لهم يا طحان يا المرخص، دقيق والسميد والمؤونه والبطاطا تاع الناس الفقراء تروح تطمع فيها انت يا
تديها للثكنات العسكريه وتديها للثكنات تاع الشرطه، مرخص وطحنا، طلعوا احياء في بوليده ما لحقهم والو، مساكين قال لك والله ما لحقتنا حاجه، حتى من واحد بصبع ازرق يجبد في الكارطه قال لك انا انتخبت ما عنديش حبه روس في الدار، حتى اللي انتخبوا عليكم وضيعتوهم هام ولاو يكرهوكم ولاو يسبوا فيكم ونضموا الاحرار. حنا شرفنا هذه الحاجه، اي واحد يفطن ويفهم باللي راه انتخب على عصابه كما ذا قالك نطلب السماح، راك مسامح اخويا مرحبا بك، حنا كنا غير باش ما تنتخبوش على هذه العصابه، كنا نقول لكم راها عصابه والحمد لله راكم فهمتوا باللي عصابه، فهمتوا باللي عصابه باللي راهم بانديه وشفاره سراقين. الوزير تاعهم قبل اسابيع ما فاتش عليها حتى شهر ونص شهرين كان يقول لهم حتى لو تبنوا سبيطار ما عندناش دراهم باش نجيبوا الدواء تاع الناس المرض بالسرطان. وقبل اسبوع التفون هذا الديناصور اللي ربي بلانا به في اخر الزمان طالع يقول لهم عندنا 60 مليار في الخزينه وقادر نصرفوا مليار على الكورونا. اي والناس تاع السبيطار هذوك تاع الكونسير عليه ما شريت لهمش الدواء، دراهم هذيك 60 مليار رزق باباك انت حاطها في جيبك ومسكر عليها والناس تموت بالجوع، راها تاع الجزائريين، تتفرج على الجزائريين مش البرا، مش تروح تفرق الاموال برا انتوما تفرقوا البرا. بصح الجزائريين اللي راهم يندبوا على الشكاره تاع الدقيق ما كانش، تخلوهم يتقاتلوا ويتحاسبوا باش يزيدوا مرضو اكثر. الله لا يتربحكم يا حكومه العار، مش حكومه، عصابه وفاشله، عصابه فاشله في الكذب فشلوا، في الواقع فشلوا، في الحقيقة في الإدارة فشلوا، فشلتوا في كل شيء، كل شيء راكم فاشلين فيه. بويا الذباب المعفن، ها يا سيدي ها شوف يا الذباب المعفن اللي ظلوا طلعوا تسبوا، شفتوا أملاك الهامل ولادو، هذوك هما الدراهم تاع الجزائريين المساكين اللي راهم يرقدوا برا، دراهم المستضعفين، دراهم اليتامى، ودراهم الفقراء، ودراهم هذوك المساكين اللي زونديكاب اللي راهم يعانوا الأمرين، ودراهم المطلقات المساكين اللي حبيتوا تخرجوهم اللي يديروا دعارة بالقوة. ودراهم هذوك مساكين الارامل، ودراهم هذوك مساكين اللي ضعاف النفس اللي غالب اللي نورمالمون شوف الدوله تقوم بهذوك الضعاف، الضعيف المسكين والفقير والقليل والمحروم واليتيم والمراه المطلقه، هذوك هما اللي تقوم عليهم دوله الخير. اي شعب يحافظ على هذوك ويرعاهم ويخاف ربي فيهم، ربي ينزل عليه البركات من السماء، ربي ينزل عليه البركات من السماء. إن الله ينصر الدولة الكافرة إذا أعدلوا، والعدل يكون في هذوك مش فينا إحنا والله، في هذاك يكون فيهم. تشوفوا راجل طول عرض بصح ما لا غالب فما يقدرش، ضعيف نفس ممكن يحب يدير ما يعرفش، هذاك ضعيف يعتبر من المستضعفين في الأرض. تشوفوا امرأة تشوف ما هي قادرة تدير والو، ما تحبش تروح تدير دعارة، تحب تكون عفيفة وشريفة، هذاك يوصلها حقها للدار بلا مزية منك، بلا مزية منك رزقها، بلا مزية منك. مش بشرط هذاك اللي راح مدي شكاره بطاطا راح يتصور معاها، صوروني اني ندير في الخير، الله يلعنكم وسيدي. تعرفوا تصور الشعب هذا يا تسبوه يا تصوروا معاه، ما كاينش حاجه واحده اخرى، يا تسبوه وتلعنوه كي تحكموا الميكروفونات، ها يا تصوروا معاه زعما راكم تحنوا عليه وتشوفونا رانا بصح باش تخدموا الشعب اللي راه المسؤوليه تاعكم تخدموه، لا لا ما تخدموش هذا الشعب هذا ما تخدموش، قبحكم الله. ثم ناس فاسدين فعلا فاسدين، تتنحوا باذن الله تتنحوا والله تتنحوا. هذا المصائب اللي راها تجي ربي راه يطبخ في طبخه عمركم ما تتصوروها، راح ربي يقلب في الموازين، سياسات تتغير، وجهات نظر تتغير، حكومات تتغير، اقتصادات في العالم تتغير، وانتم تتغيروا معه وتصبحون من الماضي الملعون، من الماضي التافه اللي كل جزائري التفت ليه ويقول لعنه الله على هذاك الزمان. أملاك الهامل كانت قادرة تحل مشكلة تاع البوليدة ولادو. تصور يا ذبابة العفينة، يا ذبابة العفينة اللي ماكش حاب تفهم، عندنا 450 ل 500 جنرال في الجزائر، نفرضوا 100 جنرال فاسد، الباقية كلهم عفا وملاح، 100 جنرال والله الأموال اللي عندهم أكثر من أموال الهامل، بعض الجنرالات أموالهم أكثر من أموال الهامل عشرات المرات. عندنا 50 ولاية، لو كل جنرالين ينحوا لهم دراهم ويصبوا ويضخوهم في هذيك الولاية نصبحوا من أغنى الدول، نصبحوا من أغنى الدول. مشكل البطالة يتحلوا، مشكل السكن يتحلوا، مشكل الطرقات الفاسدة تتحلوا، مشكل الاقتصاد يتحلوا، مشكل الفقر يتحلوا، مشكل الضيقة النفس تتحل، ومشكل كل حاجة تتحل، كل حاجة تتحل، ونصبحوا دولة نظيفة والناس ترعى بعضها ويخافوا على بعضهم كما الشعب اللي راكم تشوفوا فيه في هذه الأزمة، واقف على بعضها ويعاون في بعضها ما شاء الله، وظهروا فيه عباقرة. والله أعلم إذا كان هذا الخبر صحيح، يعني ناس صح ولا راهم دايرين بهم بس، الله أعلم. تلاميذ
براعم صغيرة خدموا أجهزة تنفس صناعي في الجزائر، صناعة جزائرية وكمامات وماسكات وصانعين. هذو هما الشركات اللي تقوم بهم الدولة، هذو هما الناس اللي تقوم عليهم الشركات، هذو نورمال الدولة تدعمهم، ضخ فيهم أموال ما يهمش شحال، لأنهم هذو هما المستقبل. الشركات اللي صنعت لي ماسك وصنعت هذه بصح قادرين باش يطوروا ويجهزوا ويبتكروا أشياء أخرى للمستقبل. ما يهمش احنا ما نصدروش، بس احنا على الاقل نخدموا ذاتنا. الاستغلال الشخصي للجزائر، مش محتاج نروح نشريهم بالدولارات وبالاوروات ونذلوا عند الناس صدقوا علينا كمامات ونبوسوا في الرجلين تاع الخارج. نتوما اللي بليطار تبوسوا، احنا ما نبوسوش، والله ما نبوسوا. هاو اثبت الشعب انه قادر يصنع كل شيء، كان حتى اللي يصنع سياره، وكان اللي يصنع طياره طياره ذاتيه، يعني طير بدون طيار في تيارت. كاين ناس صنعوا ألبسة قسم بالله حلت فم العالم. هذو هم اللي تقوم عليهم شركات وتدعم ويخدموا ناس معاهم ويخدموا ناس ديك راك يبتكروا حوايج اخرين. باش تقوم هذه الدولة على الاقل الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي معناتها يا ناس معناتها ان قيمة الدينار تطلع، لانك ما تصرفش العملة الصعبة ما تحتاجهمش. والاستقلال السياسي، لانه ما يقدرش يفرض عليك، لانك ما محتاج منه والو، كل شيء تاعك. حتى لو يخش الراس ويقول له ديكاج انت محتاجني انا مش محتاجك. هذا هما اللي يصنعوا الدوله ويصنعوا قرارات وسياده الدوله ويصنعوا اقتصاد الدوله. هذا الامور اللي كانت الجنرال يدمر فيها واحد قال لك خطاتنا فرنسا، فرنسا ما عندها ما تقدر دير لك لو ما كانش العملاء. هذو اللي عقدوا في الامور راهم العملاء، مش فرنسا أنا. هما عملاء عند خدامين عند فرنسا. صعيب شكون يخرجوا عملاء، ضغطوا عليه حتى خرج. بعض الدكاترة في الجزائر شكون يخرجهم؟ مئات وآلاف الدكاترة راهم في فرنسا وراهم في كندا وراهم مبصعين في كل العالم، علماء الجزائر شكون يخرجهم؟ جات فرنسا حوزتهم؟ لا، عملاء. بعض الجنرالات الفاسدين اللي يضغطوا عليه، كما هذا اللي يضرب فيه في البوليدة جمعية أيادي الخير في البراج، يقولوا جيب لنا الرخصة. يقول له الجمعية ما عندهاش رخصة، عندها اعتماد. هاو الاعتماد؟ لا لا، جيب الرخصة يا ولدي. منين جبت القانون؟ يا طحان بالطحان، يا الدراكي، يا الشرطي اللي تقول له رخصه. الله يحرقك في الدنيا قبل الاخره، ربي يضربك كورونا من تحت ومن فوق باش تطردك من كل جهه. قانون ما فيهش رخصه، الجمعيه ما عندهاش رخصه، عندها غير اعتماد وعندها الختم برك. منين جبت هذه الفكره تاع الرخصه؟ تعديتوا حتى على الماكله تاع الفقراء، رحتوا سرقتوها. طحاحنا، هذا هو اللي تحافظوا على الامن والامن تاع الدوله. انتم مجرمين، والله ما يصح فيكم الا تنفيذ حكم الاعدام فيكم. تتعدموا على الملا، علاش اللي نتوما اللي معقدين هذا الشعب ومعقدين هذه البلاد وزارعين فيها كل فيروسات الخامجه. تنهشوا فيها نهش، تنهشوا فيها نهش، كل مرض السرطاني في جسد الامه. الله اللي يتربحكم خماج ومعفنين. ومادام نتوما درتوها تسمى جراح، جاكم الامر من الكوميسارات وجاكم الامر من فوق. احنا نحوسوا على هذوك تاع الفوق، شكون هما وانتم ثاني تحاسبوا معاهم؟ لان خامج يامر في خامج وخامج ينفذ ويعقد في حياه المواطن ويعقد في حياه الشباب ويعقد في حياه ومدمرين الجزائر. وجاي تقول بعد تقول تهز تقول احنا رانا ندافعوا على البلاد. الله لا يتربحكم يا وجوه الشر، يا وجوه الشر. لا اله الا الله محمد رسول الله. واحد الاخ دار واحد الفيديو قال لك مراه داوها مريضه، عيطت مريضه حست بلي عندها كورونا، داوها للسبيطار كشفوا عليها لقاو عندها كورونا في الليل. مسكينه داوها كشفوا عليها قالوا لها عندك كورونا، صح. المشكل وين؟ في نص الليل قالوا لها تروحي تروحي بوحدك، ما عندناش اللي يوصلك. يعني انت كي تقول لها ما عندناش اللي يوصلك، الامبيلانس رزق باباك. اذا جاك امر قال لك ما نوصلوش، قول له علاه ما توصلش؟ الامبيلانس لازم ترجعها لدارها. علاش؟ قول له يا الحمار بالحمار، قول له كي تطلق مرا مريضه تعدي الناس برا، تركب مع مول طاكسي تعديه، تروح تمشي ما تقدرش، مرا كبيره تروح لدارها تمشيها 10 كيلومتر، خليتوها ثم برا هكذاك. حتى ولا يدير فيديو يقول لك انا ما قادر نمد الطوموبيل تاعي وشرو لها امبيلونس. تبرع بطن، بارك الله فيك يا اخي على هذه الحاجه. قلت لكم شعب عظيم وحكومه خبيثه، اداره فاسده. وحده مريضه تعود ترجعوها للدار، على الاقل خوف على المواطنين باش ما تعديهمش. وكيف تتصور في راسك انت مراه كبيره في نص الليل تطلق قدام السبيطار وتقول لها روحي بوحدك؟ يعني امك ديرها كيما كتحطها برا وتقول لها روحي تروحي بوحدك؟ اختك مرتك تحشموش؟ والله ما تحشمو، والله ما تحشمو، مرخص مرخص وملعونين. لا اله الا الله محمد رسول الله. وعلى حوايج كيما هكا راهم كاين بزاف،
الاداره الفاسده، كل شيء بالعوج، كل شيء بالعوج. هذا اللي راك انت تنفذ فيها في السبيطار، راك تقولها ما ندوكش. انت راك قانع واش راك تهضر ولا راك تخرط؟ حتى لو قال لك ما ديهاش قول لي علاه ما ديهاش. يا سيدي ديها تروح، اربح فيها ربي هزها تروح تروح، تخليها تعدي الناس برا، ومراه كبيره تخليها بوحدها في نص الليل برا، الله لا يتربحكم. عوجتونا المخ، المخ عوجتوه من داخل بصح، والله غير ركبوكم السكر. ما تعوجوناش حنا المخ، والله غير ركبوكم السكر الاحرى، والله غير ركبوكم السكر. استنيت انت تروح كورونا وتفهموا معاكم يا ولاد الكلاب، يا حثاله البشريه، انجاس القوم. لا اله الا الله محمد رسول الله. بون عندي تعقيب على واحد الانسان، بو اخ، حنا نعتبره اخ، مازال نعتبره اخ، الياس رحماني، دار واحد الفيديو قاعد يهضر هابه، من بعد قال لك واش بلا بلا بلا، وصل قال لك السلميه هذه ما تنفعش، وهضر على هذا، قال لك راه يقول بالسلميه بالسلميه، قال لها بقى في السلميه تاعك وروح لقطر والامارات، تما راك تقول عليه هو تابع القمر، القطر والامارات هي اللي دعم فيه. ولك شوف هي على الموضوع كيما هكا والوضوح، العربي زيطوط عنده 27 سنه ويفضح في هذا النظام، والحمد لله رب العالمين اعطاه من عليه بالصبر 27 سنه، وربي فرج عليه في اخر هذا ان الناس فهمت وعات وظهر هو على حق. هو اصلا قاعد يحارب في الامارات في الجزائر، هو اللي فضح مشكل الامارات في الجزائر، هو اللي فضح تدخل الامارات في الموانئ وفي السياسه الجزائريه وفي وفي وفي, وفي وزياده وزياده وعلى هذا وعلى هذا. كيفاش الامارات تدعمه؟ هو يفضح في الامارات، كيفاش الامارات تدعمه؟ ما فهمناش يعني درك، واحد يفضح في الامارات كيفاش الامارات تدعمه؟ وبس تغلط في المره اللي فاتت هضرت على، قلت الاسلام اللي جاي من هيه ما يهمنيش الشافعي وما يهمنيش شكون اللي هضر، حنا جزائريين نديرو تاعنا بوحدنا، راح تختار دين بوحدك. ما هو الدين جا من احمد بن حنبل ومحمد ادريس الشافعي والمالكي، امام مالك، هذا هما اللي وصل من عندهم الدين. حنا مالكيين على راح تختار عدين بوحدك، وسكتنا قلنا لك عيب. هذو راهم يعني علماء كبار، وفيهم حتى اللي صحابه رسول الله، يعني هما اللي فهموا الدين وهما اللي عطاو احكام وهما اللي نشروا هذا الدين. اليوم طلعت تقول الدوله الاسلام ديكتاتوريه سوداء، الدوله الاسلاميه ديكتاتوريه سوداء، علاه كيفاش حنا عشنا في 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 دوله اسلاميه باش تعرفها ديكتاتوريه سوداء ولا لا؟ كي تقول ديكتاتوريه سوداء دوله اسلاميه، اول من اقام دوله اسلاميه هو النبي عليه الصلاه والسلام. النبي ديكتاتوري، عمر بن الخطاب ديكتاتوري، ابا بكر ديكتاتوري، علي بن ابي طالب ديكتاتوري، عثمان بن عفان ديكتاتوريين، ما هم اللي اقاموا دوله الاسلام. اذا تتكلم على المتمسلمين اللي يدعون الاسلام ومسودين الاسلام، الله يسود ايامهم كما راهم مسودينها علينا وعلى امه محمد، ربي يدمرهم ان شاء الله. انا متفق معاك بصح ما تعممش، مشكل التعميم يفهم بالخطا. كي تقول دوله الاسلام ولا الدوله الاسلاميه ديكتاتوريه بيضاء، يعني توصل حتى عند النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا الشيء لا نقبله، لا منك ولا من غيرك، ما نقبلوش حتى واحد تعتدي على صحابه رسول الله، احنا ما نقبلوهاش. وإذا أنت ديكتاتوري راك تقول ديكتاتورية بيضاء، مانيش فاهم ديكتاتورية البيضاء هذه. أنت ديكتاتوري مالا؟ ديكتاتوري، حنا ما نقبلوش في الجزائر ديكتاتورية، حنا رانا نعانيو من الديكتاتورية أصلا. وقتاش كانت الديكتاتورية بيضاء وسوداء؟ ما هو الإنسان إذا حكم المنصب إني أريكم ما أرى، فيولي ديكتاتوري. أبيض ولا كحل؟ كله كحل. حنا حابين دولة العدالة والقانون، دولة الشعب. دولة الشعب. أن الحاكم، الحاكم مهما كان يخدم شعبه، وأي حاجة، أي حاجة في هذه الدولة، تغيير صناعة مثلا، بناء مدينة جديدة مثلا، تغيير في الدستور مثلا، مشكل كبير، مشكل هذا، يستفتى الشعب، ويستفتى الشعب كامل، والأغلبية اللي تنطق بشيء مرحبا بها. أما قضية الدولة الإسلامية، قضية الدولة الإسلامية، في الدولة الإسلامية كانوا عايشين اليهود، المسيحيين، البوذيين، الصابئين، اللائكيين، عبدة النار، عبدة الأصنام، عمر الإسلام راح تعدى عليهم، وخير دليل هاي العراق قدامك. العراق عايشين فيها مسيحيين وصابئين وعباد شمس وعباد، ما كان حتى واحد اعتدى عليهم، وبالعكس لو تروح تسألهم يقول لك حنا نقعدوا في العراق، نعيشوا مع المسلمين وما نعيشوش مع أي دولة واحدة أخرى. أما المشكلة اللي فتت العراق ما هيش هذا، هم الروافض. الروافض اصلا ما عندهم حتى مله،
حاقدين على الإسلام من أيام حرب خالد بن الوليد مع الفرس، ما زالوا حاقدين وما لهم علاقة حتى لا بالإسلام ولا شيء. واللي دمر العراق أصلا هم المتمسلمين من السعودية ومن الإمارات والكويت، متمسلمين اللي يدعون الإسلام، اللي ضرب الإسلام أصلا ولتدمير الأمة العربية، اللي دمر سوريا ما همش المسلمين المتمسلمين، اللي دمر اليمن المتمسلمين. فكيف تقول درك باللي الإمارات وقطر هم اللي دعموا في 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 العرب زيتوت؟ عجيب عجيب، هذا الأمر عجيب. هو يحارب فيهم وما يدعموا فيه، والله العظيم يعني حاجة ما تخش في الرأس أصلا. هو قاعد يفضح فيهم ويعري فيهم تعرية وانت تقول هم يدعموا فيه، شيء عجيب. بس عايز أن اتهمتوني عامل إسرائيل وعامل فرنسا، مع أني والله فرنسا هذه نكرهها كره العمى، ما نحبش نشوف فيها أصلا حتى السكنة، وما نحبش نسكن فيها. وعامل إسرائيل، ما بالله عجيب عجيب، أمركم عجيب، سبحان الله. يعني والله ما تعممش، كي تكون واضح انت ماكش مسلم، ماكش من الاسلاميين، ما تحبش الاسلاميين، ما تحبش الاسلام، ما تحبش، هذه مشكلتك الخاصه لك الحريه. بصح ما تعممش تقول دوله الاسلام دوله ديكتاتوريه، لانك هكا توصل عند النبي عليه الصلاه والسلام وعند الصحابه، وهذا شيء ما نقبلوش احنا. كلام كذا، تدعو للعنف، تدعو للعنف، تدعو للعنف، لا لا، لازم رايي انايا ولا الاخرين ماهمش ملاح. تسمى رايك انت يا ديروا سلاح وتحاربوا هذه الدوله، تسمى تدعو للعنف. النظام راه يدعو للعنف، تسمى نقدر نقول لك انت مع النظام، لان نفس المطلب النظام هو العنف، النظام يدفع للناس في العنف، انت راك تدفع للعنف. تسمى راك ما عندكم وجهه نظر واحده تتلاقاو فيها. الشعب الجزائري كاين ناس بزاف ما مش فاهمين مساكن الموضوع، لا غالب ماهوش فاهم، ما تقدرش تروح تحاربوا لانه ماهوش فاهم. وكاين ناس بزاف مستضعفين، وكاين ناس بزاف عاشوا العشريه السوداء والتسعينات ما مش حابين يرجعوا ليها. لكن السلميه صنعت المعجزات، لان السلميه سلاح لا يفهمه الا العقال. السلميه اللي خلت الهام الاولاد يتحاسبوا، ولو انها محاسبه حتى تقول عليها بصح هي محاسبات، كشفت الحقائق للشعب الجزائري. السلميه عام والشعب يخرج مقابل هذا الاله العسكريه الطاغيه، مقابلها بصدور عاريه بكلمه دوله مدنيه. والسلميه سلميه عام كامل، واجتمع على حولها الشعب، الشعب قابل هذه السلميه، السلميه اللي تفتت هذه العصابه، السلميه هي اللي دخلت نصف العصابه للسجون ونصها راه هاربين، السلميه هي اللي كشفت حقيقه تبون وحقيقه العهده الخامسه، وكشفت حتى الان حقيقه هذه الانتخابات 12 للمزوره والملفقه، هي اللي فهمت الذباب وفهمت بعض الاصابع الزرقاء. درك ولا يقول لك صح عندكم حق وتضموا للشعب، هي اللي خلات احرار من الشرطه ومن الدرك، راهم احرار ومازالوا يخدموا مع ذوك، هما اللي مانعين الشرطه، وكانوا ما يخلوش الشرطه تضرب الشعب، هما شرطه وهما درك، كانوا يسبقوا لهم في الطريق يقول لهم ما تضربوش. هما اللي خلاو العصابه تخبط في بعضها وتحاسب في بعضها، هما اللي خلاهم يقتلوا القايد صالح، هما اللي خلاهم يسجنوا السعيد وحداد، هما اللي خلاهم العش نتاعهم هذاك يتفقع وتخرج الوساخات والشعب قدامه يشوفها. السلميه ماشي العنف، لو بدينا من العنف من الاول كان خلاص نزلوا الدبابه والطيارات وضرب دمر، على ما راح يخافوا على الشعب. هما اصلا دخلوا كورونا باش يقتلوا الشعب، وراهم دروك يديروا استفزازات للشعب باش يعاود يخرج يمرض بكورونا اكثر ويدمروا الشعب. العقل نعمه من رب العالمين، الانسان كيكون عنده عقل تكون نعمه من رب العالمين. فما نبقاش درك نوجهوا لبعضنا في الاتهامات، هذاك مع قطر وانت مع سوريا وانت مع لاباس منين، لا كل جزائريين الهدف تحرير الجزائر واسقاط العصابه وتقوم العصابه وتقوم باذن الله الدوله المدنيه، حتى لو فشلوا الناس اللي في الخارج، حنا غير نهضروا برك، اما اللي في الداخل هما اللي يدبروا راسهم. هذوك هما الابطال الصح اللي راهم الداخل، الحاج غرمول والحاج وابراهيم العلامي وطابو ورشيد نكاز دواجي، شرفاء اللي راهم في الحباسات ومنهم الكثير بنات ورجال، هذوك هما الابطال. حنا غير نهضروا، رانا برا نشاركوا فمنا كيما نحبوا. اما هذوك اللي داخل اللي راهم مقابلين هذا الاله العسكريه مقابلينهم بصدور عاريه هكا ومازالوا برك واقفين وشامخين، هذوك هما الابطال، هذوك هما اللي يقرروا واش يكون واش ما يكونش، هذوك هما اللي يقرروا كيفاش تمشي وكيفاش ما تمشيش. حنا نعطوا الراي، قبلوه ما قبلوش، بصح نبقاو نقاوموا ونبقاو نهضروا كلمه الحق نقولوها. ما خذوش الراي تاعي معليش، ما يهمنيش كيما ياخذوش الراي تاعي انا، ما يهمنيش
مانيش ياخذ الراي تاعي انا استقيل. انت اصلا رميت المنشفه في نص الطريق، انا قادر نقول عليك انت رميت المنشفه في نص الطريق، تما ما تقدرش تكون قيادي، لان يعني الانسان اذا تحط في ازمه ورمى المنشفه ما يقدرش يستمر في معركه حقيقيه. فما توصلش للاسلام والمسلمين ودوله الاسلام، ما توصلهمش لحال، ما وصلوش، لانك عمرك ما عشت في دوله اسلاميه باش تقول عليها ديكتاتوريه، مستحيل. كما تجربش حاجه ما تقدرش تقول عليها مليحه ولا مش مليحه. واذا ما قصدتش هذا الشيء المره الجايه من فضلك ما تكلمش على دوله اسلاميه، تقول دوله اسلاميه، انت قلت دوله اسلاميه ديكتاتوريه سوداء، تقصد النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه واللي بعدهم والخلفاء الراشدين واللي بعدهم، راك واصل يعني وسعتها بزاف. حاول تحدد وتحدد المنهج تاعك، حدد انا فاهم، حدد الكلام تاعك باش يكون محدد على اشخاص المتمسلمين، احنا قابلين الاسلام مش عارف الفاشيستي والاسلام الراديكالي والاسلام الاستئصالي والاسلام هذاك، احنا كل ما نقبلوش، نقبلوا الاسلام الرحمه، اسلام اللي نزلوا رب العالمين، الاسلام دوله الاسلام تاع الرحمه، صح، اللي ترأف باليهودي حتى لو انه يهودي، وترأف بالمسيحي لانه مسيحي معنا لانه انسان، وترأف بالانسان اللي اخطا وتسامحه، والانسان اللي يسرق قبل ما يقطعوا يدو يسقسوه علاش سرق، وشنو هو الدافع، بلك فقير بلك مسكين بلك جاع بلك، قبل ما ينفذ حكم الله، الرحمه تسبق الاحكام، الرحمه قبل الحكم. هذا هو اللي نامنوا به حنا، ما نامنوش حنا بهذيك الدوله اللي هز السيف وروح قتل الناس وقطع الراس. حتى لو قامت دوله اسلاميه، اي انسان يصلي ويدير السواك ولابس ما يجوش الحق يروح يحكم احكام على ناس اخرين، ما عنده ما دخلك، تكون كاين اجهزه امنيه في بدل الشرطه والله بدل دارك، هما اللي يهزوا هذاك الانسان ويدوه القاضي، والقاضي هو اللي يحكم. اي مواطن في الشارع ما عنده ما دخله، اكبر حاجه يقدر يقولها اتقي الله فقط، اما انه ينفذ احكام ما لهش الحق. وحنا شفناها في التسعينات، ما كانوش اسلاميين والله، كانوا مجندين من المخابرات، كان يدير السواك والكحل ويجي ينفذ احكام في الشارع باسم الجبهه الاسلاميه للانقاذ، هو لا علاقه له بالجبهه الاسلاميه للانقاذ، هو اصلا من المخابرات ومن الخماج ومدعمينه، والشرطه تشوفه ما تهضرش معاه، بصح واحد كيروح يصلي الفجر يحكموه يدوه الحبس، وراهم في 30 سنه وما في حبس، الله ربي يطلق سراح المساكين. فلازم نكونوا عقلانيين، الانسان كيهضر هضره يوعى واش قاعد يهضر، ما تجملش كل شيء في بعضه. احنا ما قلناش العلمانيين كل ما همش ملاح، كاين علمانيين وطنيين يحبوا يخدموا الدوله ويحبوا يقوموا عليها، وهو اصلا علماني ما هوش اسلامي، فمرحبا به، ما عندناش مشكل، ما عندنا حتى مشكل. كاين ملحد ما يامنش برب العالمين كاع بصح وطني، يحب يخدم بلاده، ما يحبش بلاده فيها الظلم، وما يحبش فيها الحقره، وما يحبش الوسخ، وما يحبش العوج، هذاك دينه هو قانع به دبر راسه، اكثر حد بيني وبينه نناقشوا في الموضوع لا اكثر ولا اقل، اذا هو حب يتناقش معي نناقشوا، يقنعني ولا نقنعه، بصح ما نقدرش نروح نحكم عليه لانه هو ملحد، دبر راسه، هو اختار هذاك الشيء، هو اختار هذاك الشيء. والحوايج اللي نقدروا نعالجوهم نعالجوهم، كاين ناس بزاف قال لك ما لا تقبلوا قوم لوط، حنا ما نقبلوش قوم لوط لانه مرض يتعالج، واش رايك ان في اوروبا يعالجوا بعض الناس، وفي جنوب افريقيا كاين قوم لوط تعالجوا ولاو عباد نورمال، ولاو رجال وشواذ نورمال تعالجوا ولاو عباد نورمال. اما المراه اللي يقول لك فيمينيست، انت فاهم الفكره تاعها، هي فيمينيست، هي كرهت التصرفات تاع الراجل اللي يضرب ويتامر، وهو اصلا ماهوش راجل، كرهت هذيك التصرفات تاع الراجل الفاسد، لو لقات راجل صالح ما عنده معالم الرجوله على الاقل في اخلاقه، والله العظيم ما تطلع طلب حاجه كيما هكذاك. هذيك لازم لها راجل يفهم معنى الحريه ومعنى الاخلاق ومعنى التربيه ومعنى الرجوله ومعنى احترام المراه. كنتو نتوما رجال باش ما يخرجوش نساء كيما هذاك، لا اله الا الله. كي نقول لك تناقشوا معاهم تقول لي انت راك قابلهم، راكم قابلينهم مالا، سفهاء، لا اله الا الله محمد رسول الله. مش الياس رحماني نتكلم على واحد البنادم الثاني وجع لي راسي، هذا اللي قلت سفهاء مش على الياس رحماني، على واحد الانسان اخر، المهم راه في بالي، لا اله الا الله محمد رسول الله. قبل ما نختموا هذا الفيديو، استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. المهم اذا غلطنا في انسان بكلمه مش عارف منين خرجت يسامحنا وصاي. كان واحد الاخت اخوها توفى وباباها توفى قبل اشهر، ودرك امها مسكينه راها مري، والله العظيم ما لقينا منين نطبوا،
طلبوا لها ربي يشفيها مسكينه، وربي يخفف عليها، وربي يثبتها ان شاء الله، وربي يشفي ميمتها، لان ما قالها ولا بقات لها امها، ربي يشفيها لها ان شاء الله. كان واحد الانسان ربي يرحمه ويوسع عليه، اسمه عيسو رابح، في عمره 70 سنه، عام وهو يعاني بالمرضات، مسكين، وتوفى في فرنسا. اذا يعرفوه الناس يتكفلوا بالدفن تاعو، لان اهله ما يقدروا يجوا وهو ما يقدروا يبعثوا ليه على قضيه كورونا. الناس اللي في فرنسا من فضلكم اذا تعرفوه المكان تاعو معمم لفرنسا كامل، اذا تعرفوه ادفنوه، تكفلوا بالدفن تاعو وصلوا عليه. رحمه الله، هو في عمره 70 سنه مسكين ومريض، كان عام كامل هو مريض. عيسو رابح، ودعوا له بالرحمه، اللهم اغفر له وتجاوز عن سيئاته وحسبه من عبادك الصالحين ودخلوا الجنه يا رب العالمين، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، يلهم ذويه الصبر والسلوان، وربي يرحم اموات المسلمين جميعا والمؤمنين جميعا يا رب العالمين. وربي يشفي المرضى، وربي يخفف علينا هذا البلاء، تروح كورونا وانت الله فيكم يا ولاد الكلب، تروح كورونا وانت الله فيكم يا وجوه الشر. لا اله الا الله محمد رسول الله. ظرف حتى ابو صبع لصرق، ولا شافكم بلي لقاكم عفن، لقاكم حكومه فاجره وفاسده، حكومه سفيهه، حكومه تافهه وسفيهه، حكومه طبقنا معكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يجازيكم بالخير ويبارك فيكم. اللهم اغفر لنا فيما غفرت، وارضى عنا فيما رضيت، وارحمنا فيما رحمت، واعف عنا فيما عفوت، ان كان خطا في من انفسنا وان كان صواب فمن الله عز وجل. الله يجازيكم بالخير ويبارك فيكم، والله ربي يحفظكم. شويه لايكات وبارطاجيو، واللي قادر يدعمنا يدعم، واللي ماهوش قادر لا اله الا الله محمد رسول الله. الله ربي يبارك فيكم ويقويكم ويقوينا، اللهم امين. احبكم في الله، سلام الله عليكم.